أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا، فكل واحد يغلط ويخطب كيفه وعلى هواه، لأن المسيح غفر له كل ذنوبه. فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا بفعل الخطايا؟ ومن ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه. فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت، وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها. فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب. نعمة كبيرة جدا، لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكل ما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله، كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبداً ما ترخص الخطية ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس، فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح، وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب، فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال، فإيمانه أكيد ميت. واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال، فهذا إيمان ادعائي ونظري، وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل. فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت، فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلاً. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جدا نسقط في الخطيئة، لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله. أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح، فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة، فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح، ومع أنه ضامن الخلاص، ألا أنه يفعل الخير، حب للناس وتشبه بالسيد المسيح، ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير للخير، ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس، ويتحرر من قيود الخطية، فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك في
في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته، فيواجهها بصلابة وإيمان، وانخانت إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط، لازم يندم، يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب، فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأنه ضامن الأبدية، فإيمانه للأسف باطل وغير نافع، لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه، ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته، وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص، المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس، وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين، حلو جدا الشعور بنعمة المسيح، حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر، حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير، حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم، والسلام ختام، وحياكم الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكراً.